تقول السؤال الأول، هل كثرة المعاصي تمنع إجابة الدعاء؟ نعم، المعاصي تحول بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، والقرب والتوبة تكون سبب لقبول الدعاء. ولذلك موسى عليه السلام في الحديث الحسن عندما أصاب قومه القحط فخرج بهم للاستسقاء فإذا بهم يمنع المطر، قال رب العزة لموسى، قال له يا موسى منعتم المطر برجل عصى الله فيكم 40 سنة. سبب المعصية، قد تكون المعصية سبب لهلاك الأمة، سبب لعدم رفع الدعاء، سبب للتضييق على الناس. ما نراه اليوم نحن في حياتنا من ضيق وشدة وبأس نقول سببه ظلم من الناس واعتداء من الناس، ولكن كذلك سبب له سبب أساسي وهو بعدنا عن الله تعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقع الربا، وقع الزنا، وقعت الفواحش، ما ظهر منها وبطن. لذلك علينا أن ننظر نظرة شاملة لحالنا وواقعنا وأن نعالج هذا الواقع، فنقول الذنوب سبب لعدم إجابة الدعاء. نعم.